السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفيديو ديال اليوم البنات هو بتعاون مشترك مع قناة الأعمال اليدوية اللي كنتمنى تزوروها، راه تستحق يعني تشوفوها وتشتركوا فيها، لأنها مهتمة بجميع أنواع الخياطة في جميع المجالات يعني ديال الأخت مالكة. كنتمنى أنكم تزوروها. اتفقنا أنا وياها أننا نهتموا بالسكان ديال الملابس الموسمية، هي إن شاء الله غادي توريكم كيفاش تخيطوه، وبالنسبه لي انا غنوريكم كيفاش تغلفوهم للداخل. كما كتشوفوا هذا النوع هذا كنت خديته في بي ب 15 درهم الواحد، كنت شريت 4. دابا غادي ندوز باش نغلفهم. كما كتشوفوا كيبقاو يعني ناعسين هكا وما كيعطيوش فورمه، ولا عمرناهم الحوايج غادي يجيو منفوخين بزاف هكا، المهم ما غاديش يكونوا مزيانين. هذاك علاش قررت انني نغلفهم بالكرتون من الداخل باش يجي بحال صندوق، يعني فاش نسدوه يكون شاد الفورمه ديالو سواء كان عامر او ما عامر. الطريقة اللي غادي ندير بعدا، أول حاجة هي كما كتعرفوا الخياطة دايما هي اللي كتحل لنا هي الأولى، هذاك علاش غادي ندوز عليه بالخياطة كامل، يعني نفرسيه بالخياطة مزيان، عاد ندوز إن شاء الله نوريكم الطريقة كيفاش غادي نغلفوه بالكرتون. بالنسبة للثوب اللي غادي نحتاج كما كتشوفوا اللي واجد عندي، يعني ماشي ضروري شي ثوب معين، شي ريدو قديم أو أي حاجة مبقيتوش باغيين تستعملوها ديروها ماشي مشكل. هذا انا كنت شريته على حساب يعني باش ندير الطابليه لريم ديال المدرسه، شريت الابيض وشريت الغوز زعما باش بقى تبدل، ولكن المدرسه قرروا انهم يديروا لهم طابليه موحده كي دراري كي بنات، يعني زعما صار حاجه زوينه القضيه، وبقاو ليا التواب. هذاك علاش غادي ندوز ان شاء الله باش نغلف بهم الكرتون. حاجه من بعد ما فرصت الخياطه غادي ناخذ القياسات. طبعا هذا الفوقاني ما غاديش نغلفوه، يعني هذا غادي نخليه كما هو، غادي ناخذ فقط ديال الاسفل، يعني ناخذ القياسات ديال الاسفل يعني هنا، نحيد الجزء ديال الخياطه يعني تقريبا واحد 44 سنتيم، 44 على 54، يعني خصني ندير طرف ديال الكرتون نقطعو 44 على 54 سنتيم. ندوز باش نقطع دوك الجناب، يعني غادي ناخد القياسات كما كتشوفوا لو فون هو قطعته، باقي لي غنصاوب هذا وهذا ومن هنا ومن هنا. دابا غادي ندوز ندير جوج بحال بحال، فيهم 25 سنتيم على 44، وهاد الاخرين غادي ندير فيهم، يعني كناخد القياسات من هاد القاعدة هادي باش يبان ليا العبار، يعني من هنا عندي 54، عندي 54 يعني اللي عندي في العرض، وهنايا كنحيد هذا الجزء هذا ديال الخياطة 25، يعني جوج طروفة جوج طروفة. لكن الطريقه اللي نقدر ندير هو انني غادي نقطع 26 في هذا العرض هذا، وما نديروش طروفه، نديرهم فقط غير كيتسناو، يعني غادي نمشي ندير واحد الطرف فيه 25 على 44، ما نقطعش، وندوز ندير طرف فيه 26 على 54، يعني نخليه طرف طويل. كما كتشوفوا من بعد ما قطعت هذا طويل غادي ندوز باش نوضع القياسات، وغادي نثني الكرتون. بالنسبه اللي ما غاديش يلقى هذا الكرتون طويل يعني وعطي هاد الفورمه هادي، فقط الكرتونات ديال لومبالاج العاديين غير يكونوا كبار شي شويه، تاخذوا منهم طريفات، ويعني مازال غادي نوريكم الطريقه كيفاش تغلفوا. هي نفس الطريقه تقريبا، غير هذا مقطوش والاخر مقطوع.
كتشوفوا كيجي بحال هذا الشكل هذا، يعني مستطيل مقاد. وكما قلت لكم اللي ما عندوش هذا يخرج هاد الطرفه كل واحد بوحدو، يقدر يلصقهم بالسكوتش الا بغى يجي مقاد هكا، ما كاينش راه غادي يغلف كل واحد بوحدو، عادي يغلفهم بالثوب مجموعه. يعني هناك طرق كثيره اللي ممكن نديروا بها هاد التغليف الداخلي، لكن شوفوا نتوما اللي يجيكم اسهل. دابا غادي ندوزو كيفاش غادي نغلفوهم بالثوب. باش غادي نلصقو غادي نلصق باللصاق ديال الخشب لان كيشد في الكرتون مزيان، غادي نديرو في الجناب. قطع دابا طرف داخلي ديال الثوب، ومن بعد ما قطعت الطرف اللي غادي ندير لداخل وخيطته يعني باش يعطيني فينيسيون اكثر، غادي ندوز باش ندير اللصاق هنايا. نخليه ينشف، يعني غادي نخليه ينشف ونمشي نصاوب الاخرين ديال الجناب نفس الطريقه اللي غادي ندير يعني باش نغلفهم. بالنسبه للتنشاف ديالو باش يسربني، اما نستعمل السيشوار يا اما المصلوح، ولكن خصني نوضع واحد الغطاء باش ما يلصق لياش، يعني الكولا ما تلصق لياش في الحديده. كما كتشوفوا الصندوق الاول كيجي بهذا الشكل هذا، يعني كيجي احسن من انه يبقى غير ثوب عادي، لكن ما بقولكم كيبقى شاد الفورمه ديالو بهذا الشكل. بالنسبه للصاك الثاني كما كتشوفوا انا ديجا وجدت الكرتون، حاجه وحده اللي يعني مختلفه فيه على الاخر هي ان الكرتون نقصت يعني هنايا سنتيم سنتيم في كل جهه. علاش؟ لان ما غاديش نغلفو بوحدو ويتخشى، غادي نخيط يعني في الثوب، غادي نفصل بثوب كما قلت لكم واحد ابيض اخر يعني بوبلين، غادي نفصل واحد الغشاء غادي تخيط في هذا الجزء هذا من هنا من الداخل لكن مفتوح في هذه الجهات فقط. غادي نوضع يعني السكراتش هنايا باش حيت نسالي غادي يلصق. اما بالنسبه لهذا الكرتون ديال الاسفل ديال هنا، هذا غادي نديرو من الاسفل يعني بحال الشكل ديال الايكيا، غادي نديرو من التحت ونخلي واحد الجهه مفتوحه باش يتخشى الكرتون. غنوريكم المراحل دابا. بالنسبه للقياسات راهم عندي من قبل كما درت في الصاك الاولاني، لانهم نفس القياس فيهم. قطعهم طرف واحد يعني من هنا حتى لهنا حتى يدور، يعني طرف واحد فقط. غادي ندوز بالخياطه ديالو من هنايا في القناه باش يثبت في البلاصه ديالو، وعاد غادي نخشي فيه الكرتون. بالنسبه لهذاك الطرف اللي غادي يدور على الجناب كاملين ما كفانيش،
هذاك علاش غادي خديت العبارات كما كتشوفوا هنايا، خديت جهة فيها 44 اللي ملاصقة معها 54، والجهة الأخرى 44، وهذه ديال 54 حتى هي غادي نزيدها، لكن ضربت حساب سنتيم ديال الخياطة من هنا حتى في هذه الجهة، وهنايا سنتيم زدتو يعني باش حيت نخيطهم ما يصغرش ليا الكادر. كما كتشوفوا انا خيطته من هنا. دابا غادي ندوز باش واحد الجهة غادي نفينيها مزيان، يعني غادي نطنيها ونخيطها واحد الجهة فقط، الجهة الاخرى غادي نطنيها وغادي تلصق مع الصندوق. خيط واحد الجهة غادي نحطو وغادي ندوز نسبق هذا، هذا غادي نحاول نفيكسيه من التحت. كيفاش غادي نديرلو؟ يعني غادي نجيب هاد القناه هادو، تبت كلشي بزيبانغ فلايت، انا غنشدو من الوسط بالفلايت، عاد غادي ندوز ونبدا نخيط. لكن قبل كل شيء واحد الجهه غادي نفينيها كما درت الاول، يعني ندير واحد الثنيه صغيره هكا هي الوحيده باش نخليه مفتوح حيت تخشى ليا فيه الكرتون. من بعد ما خيطت الجهه اللي غادي ندخل فيها الكرتون، دابا غادي نجيب هذا الثوب هذا وغادي نحاول نبقى ندير واحد الثنيه صغيره هكا، ونحط هنايا ونخيطو على هذا الجزء كامل، فقط واحد الجهه اللي غادي نخلي مفتوحه. كما كتشوفوا بالنسبه للخياطه ديال هذاك الجزء ديال الاسفل راه ساهل بالنسبه للناس اللي متاهلين الخياطه، ما غاديش يجيهم صعيب لان فقط كندوزو على الخياطه من القناه. اما بالنسبه للناس اللي ما عندهمش مع الخياطه وما كيمتهنوهاش، من الاحسن يديروا الصندوق الاخر اللي فيه غير التغليف بالكولا والكرتون من الداخل. المهم كما كتشوفوا هو هذا باش يبقى يتحيد الكرتون والترد. دابا غادي ندوزو باش نغلفوه من الداخل هنايا. لما نبدا في التثبيت ديال هاد التوب هنايا بالخياطه، اول حاجه غادي نديرها هي انني غادي نحاول ندير يعني واحد 10 سنتيم وندير واحد طرف سكراتش، عاود 10 سنتيم وندير طرف سكراتش باش يعني يبقى يتشد لي هذا ما بقاش يتحل. سكراتش هو هذا. خيط في التوب هو الاول، يعني هذا التوب هذا ناخذ القياسات كما قلت لكم، ندير 10 سنتيم ونلصق واحد الطرف وندور عليهم كاملين، عاد من بعد دوز الجهه المقابله غادي نخيطها يعني في هنايا في الغشره. هادو بلايصهم هنايا كل وحده في المكان ديالها، عاد نكملوا الخدمه. لما خيطت هذا الدخل هذا كامل، دابا غندوز لهذا الجنب هذا وغادي نفينيه. كما كتشوفوا انا زدت واحد الطريف لان ما كفانيش الثوب ناقص شويه، هذاك علاش دابا غادي ندوز باش نسدو من هنا عاد نفينيه، ومن بعد نديروا الكرتون في بلاصتو. ومن بعد ما تبت جميع الجوانب، دابا غادي ندوز باش ندير كرتون في البلايص ديالو. غادي ندوز باش نوضع فيه الملابس وهذا وكلشي، ونعرف انه يعني غادي يبقى شد الفورمه ديالو ماشي بحال من قبل. كما كتشوفوا الشكل ديالهم كيجي واقف ماشي بحال ساك خاوي ماشي بحال من قبل، يعني كيكونوا شويه لاويين. ما كيعجبنيش انا داك الساك اللي ما كيكونش فيه ديك الفورمه لداخل بحال الكرتون باش كتشدو. واحد درت فيها الكويطات اللي ما كنستعملوش يعني ديال الضيوف، والاخرى درت فيها جمعت فيها يعني تقريبا 4 جواكت اللي عندي. دابا كما كتعرفوا بدا كيسخن الحال، وباقي عندي جوج سيكان اخرين
مازال غادي نغلفهم حتى هما، لكن صبغت هاد الزوج هادو بالمناسبة ديال هاد التعاون، هذاك علاش صبغتهم. اما البلاصة فين نديرهم صراحة مازال ما عنديش، لان الناموسية باقي ما صلحتهاش، مازال ما عليتهاش، يعني خصها تكون عالية باش يقدروا يدخلوا لي تحت منها. لكن حاليا انا وريتكم الطريقة كيفاش يتغلفوهم، وباقي غادي نغلف جوج اخرين باش ندير فيهم الويطات الاخرين اللي ديال الضيوف. واما بالنسبة للملابس كما قلت لكم، فقط هاد الجواكت وداكشي اللي شي حاجة هي كبيرة هي اللي كنحتفظ بها، اما الباقي يعني الحوايج الاخرين اللي ممكن انني نشري الجديد كنصدق الاخرين، باش يعني كيخوى عليا الموسم، ما كنبقاش غير كنخبع في الحوايج وفي الاخر ما نلبسهمش، كنخلي فقط اللي غادي نلبس. الفكرة هي هذه، نتمنى نكون فدتكم بها. اما الطريقة ديال الصنع السكن يعني ككل غادي نديرهم لكم ان شاء الله في قناة الخياطة، لكن ماشي دابا لان عندي كثيرة الخدمة وعندي طلبات كثيرة صراحة، يعني عندي طلبات بزاف من المشتركات صراحة، راني مازال كنجرجر، ولكن نتمنى نلقى شي وقيت باش ندير لهم داكشي اللي طلبوا مني. المهم فكرة راه كتجي صراحة مزيانة كما كتشوفوا، ونتمنى تكون استفدتوا منها. وكما قلت لكم اللي ما عندوش مع الخياطه يحاول يدير هذه الفكره هذه الاخرى ديال التغليف ديال الكرتون، لانها شويه سهله ماشي بحال هذه اللي فيها الخياطه. يلا نخليكم دابا ونتلاقاو ان شاء الله في موضوعات اخرى وفي فيديوهات اخرى. بسلام عليكم.